طبعا كان العراق الحقيقة في سبعينات القرن السابق كان العراق لديه محافظ استثمارية في مختلف دول العالم، وكان يحاول أن ينوع اقتصاده من الخارج. يعني عندما نحتاج إلى استيراد الرز كان يقوم بعملية شراء مزارع للرز في الدول التي تنتج الرز، وكذلك الشاي وغيرها. فعملية التكامل الاقتصادي كانت موجودة في السبعينات، لكن دخول الاقتصاد العراقي إلى منطقة الحرب وإهمال الجانب الاستثماري، يعني عمليا العراق لم يدار بطريقة استثمارية. عندما نرغب في أن يكون لدينا رفاهية اقتصادية على مستوى الإنسان العراقي، علينا أن نخطط استراتيجيا في إدارة هذه الثروات وفق عقود. يعني حرق الغاز لا يزال مستمر، يعني قبل سنتين العراق التفت إلى موضوع التعاقدات ومحاولة إيقاف حرق الغاز، فهناك ثروات بالمليارات أهدرت خلال السنوات السابقة. الصندوق السيادي نعم يمكن أن يدعم في هذه المرحلة، وأن يدار الصندوق السيادي ليس من قبل جهات تدعم المنافع الخاصة تحت شعار الفساد على المصالح العامة. يعني وضع الأشخاص في إدارة الثروة يفترض أن يكون ضمن معايير تنمي الثروة وتحافظ عليها. فالاستثمار نعم إذا وجه بطريقة عقلانية، الانفتاح على دول المنطقة، الانفتاح على الشركات العالمية التي لا تقوم بدفع الرشاوي. يعني عمليا عندما نضع لائحة بالشركات التي تحافظ على رصانتها، من الممكن أن ننهض بالاقتصاد العراقي ونحوله إلى اقتصاد منتج. الفرص متاحة ولا تزال متوفرة، ونتوقع أن يكون هناك نمو للاقتصاد العراقي في السنوات القادمة إذا ما تم إدارته بطريقة استثمارية.